مرحبا طلاب سادس جميعا، نبتدي وياكم حلقة 26 من برنامجنا شرح قواعد اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي. عندنا exercise D صفحة 70. Use the prompts to complete the sentences using the correct conditionals. هذا اللي يسألكم عن ال conditionals اللي هي if الشرطية. عندنا أول جملة: What would you like to change if you could change one thing about your appearance. طبعا ليش استخدمنا could؟ ليش مستخدمنا كان؟ لان عندنا هذه if الشرطية second conditional if. شلون عرفنا؟ من would you like to، فمعناته جملة if تكون بالماضي البسيط وكان تتحول الى الماضي مالتها اللي هي could. اما الجملة الثانية يقول if you go to bed، جملة if بالمضارع البسيط، إذن الجواب مالته راح يكون بالمستقبل، فصير if you go to bed now you will probably feel better in the morning. الجملة الثالثة what would you buy، هذه second conditional if، معناته جملة if الشرطية راح تكون بالماضي البسيط. if you won a million pounds الجملة الرابعة what would we have done، هذه third conditional if، معناته جملة if راح تكون بالماضي التام البسيط. if our car had broken down in the desert اللي هي راح تكون if زائد had زائد التصريف الثالث للفعل. الجملة الخامسة I will not help شريفة، هذا جواب الشرط بالمستقبل البسيط، معناته جملة if راح تصير بالمضارع البسيط. with maths if she، عندنا بين قوسين not learned معناته نفي، وشي اللي هو مفرد معناته doesn't. ونكمل الجملة lend me her camera. السادسة if you فراغ a snake in your bed what would you do، جواب الشرط what would you do عندنا would زائد فعل بسيط، اذا عفوا زائد فعل فعل بدون اضافة، اذا معناته found، ناخذ الماضي البسيط لان هاي معناته second conditional if. نيجي هسه عندنا exercise E صفحة 70 يقول imagine you are in these situations، تخيل انه انت بهذه المواقف. For each situation write a sentence with I wish or if only. طبعا I wish or if only نفس المعنى مثل ما ذكرنا سابقا. يقول اكتب جمل ب I wish or if only. احنا عندنا الوش اللي هي للتمني للندم مثل ما تفضلنا ايضا بالحلقة السابقة، تكون عندنا الحالة اللي موجودة عندنا بسادس اعدادي بس بحالة الماضي البسيط. نجي نكمل هسه you drank a lot of coffee، انت شربت كثير من القهوة. now you are in bed and you can't sleep. احنا قلنا نجي الجملة السببية، يا هي الجملة السببية drank a lot of coffee، معناته I wish I hadn't drunk a lot of coffee. قلنا وش زائد هاد او هادنت زائد التصريف الثالث للفعل ونكمل الجملة. نجي هسة الثانية you decided not to go، هذه الجملة بحالة النفي السببية، اذا الوش ايش راح تكون بحالة مثبتة، لان قلنا عكس اذا جملة سببية مثبتة يكون احنا الوش بالنفي، بينما اذا كانت الجملة السببية منفية تكون الوش مثبتة. to the park with your friend now you regret it. الصير if only I had gone to the park with my friend. نجي على الجملة الثالثة you didn't revise for your geography exam، هذا السبب، and you got a bad mark، you feel sorry about this. I wish I had revised for my geography exam. الجملة الرابعة you bought some shoes last week، you've decided you don't like them. If only I hadn't bought these shoes. الجملة الخامسة you are at the park with your friends. You would like to take some photos but you have forgotten to bring your camera.
طبعا you have forgotten to bring your camera. هو هذه الجملة السببية اللي نتندم عليها. I wish I had brought my camera. نجي عندنا exercise F صفحة 71. You go write who asked you each question and report the question. احنا عندنا هذا معناته شنو؟ هذا ال reported speech الكلام الغير مباشر. عندنا the shop assistant وعندنا my mother, the dentist, my English teacher, the football coach, the hairdresser. كاتب لكم بالسؤال اكتب منو سألك السؤال كل سؤال بعدين حوله إلى كلام غير مباشر. نجي هسه الجملة الأولى How often do you clean your teeth؟ طبعا هاي شيء أكيد اللي يسألها طبيب الأسنان. The dentist asked me How often I cleaned my teeth. إذا تتذكرون بالحلقات السابقة قلنا بما أنه الجملة أو عفوا السؤال يكون بالمضارع البسيط نحوله إلى ماضي بسيط، بالماضي البسيط نحوله إلى ماضي تام، بحالة أيضا المضارع التام نحوله إلى ماضي تام، إذا كان نحولها إلى could، إذا will نحولها إلى would. هذه ثوابت أرجو أن تحفظوها. نجي Why haven't you answered all the questions my English teacher asked me? Why I hadn't. اليو تتحول إلى I ونقدمها على الهافنت والهافنت نحولها إلى ماضي تام يصير I hadn't answered all the questions. الجملة الثالثة قادية بفعل مساعد Will you be free to play in the match on Saturday? The football coach asked me if I. لأن بادية بفعل مساعد whether إما أن يبتديها بإف أو بوذا فصير if I would be free to play in the match on Saturday. نكمل الجملة مثل ما هي بس مثل ما تتذكرون أنه قلنا بالحلقة السابقة لازم نقدم الفاعل على الفعل المساعد. نجي الجملة الرابعة When are you going to get out of bed? My mother asked me when I was going to get out of bed. بالمضارع المستمر نحولها إلى ماضي مستمر. Is the red jacket okay for you? The shop assistant asked me if or whether. مو مشكلة. The red jacket was okay for me. نجي عندنا exercise G صفحة 72. Write the direct questions as reported questions. أيضا حول الكلام الأسئلة المباشرة إلى أسئلة غير مباشرة. Can I borrow some money? She asked me if she could borrow some money. ممكن نقول he asked me if he could borrow some money. الكان نحولها إلى could. إحنا عندنا فرضا he أو she asked me if. هذه ثوابت بحالة إنه بعدين السؤال بالفعل المساعد بس شو نسوي نقدم الفاعل على الفعل المساعد فصارت شي بما أنه شي فخلينا شي كنت الكان تتحول إلى كنت ونكمل الجملة الثانية Where did you lose your purse? I asked her where she had lost her purse. ليش؟ لأن بما أنه عندنا Did you معناته ماضي بسيط فنحولها إلى ماضي تام. How long have you been waiting for Faisal? He asked me how long I had been waiting for Faisal. مثل ما قلنا اليو تتحول إلى I ونقدمها على الهاف. الهاف الصير had ونكمل الجملة. Will you be able to come to my party? I asked Layla if she would be. She would. أو ممكن she asked me if I would be able to come to her party or to come to my party. لأن حسب الجملة. What are you doing on Friday afternoon? Adam asked me what I was. اليو تتحول إلى I. بما أنه I الأصير was لأن بالماضي. تصير doing on a Friday afternoon. عندنا homework
واجب بيتي اليونت 4 بالاكتيفيتي بوك بكتاب التمارين. كتاب التمارين لسن 1 اكسرسايز اي صفحة 76 واكسرسايز سي صفحة 77. لسن 3 بالستودنت بوك بكتاب الطالب، انتبهوا زين، بكتاب الطالب صفحة 38. لسن 4 ايضا بالاكتيفيتي بوك بكتاب التمارين، عندنا اكسرسايز بي صفحة 82 واكسرسايز سي صفحة 80. بعدين عندنا لسن 5 بالستودنتس بوك اللي هو بكتاب الطالب صفحة 40. هذه نحلها على المحاضرة القادمة، على الحلقة القادمة. نرجو أن تنال هذه المحاضرة إعجابكم. إذا عجبتكم اضغطوا على زر اشتراك وأيضا فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أرجو أن تكتبوا بالتعليقات. إذا عندكم أي انتقاد أيضا كتبوا بالتعليقات. شكرا لمشاهدتكم. كان معاكم الأستاذ حيدر القصير.